اخواتي اخواني، مرحبا بكم في قناه مطبخ فاطمه. اذا في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله فاحنا غادي نشوفوا الطريقه والمكونات اللي غادي نحتاجوها باش نوجدوا التوابل المرافقه للوصفات اللي غادي نوجدوها بلا بيوري ديال القرعه الحمراء. فكيف كتعرفوا في الفيديو السابق فاحنا شفنا الطريقه ديال التحضير ديال لا بيوري ديال اليقطين اولا ديال القرعه الحمراء، وقلنا اننا غادي نوجدوا بها مجموعه ديال الوصفات، يعني غليبات او عصائر او كذلك فطائر وغيرها. في هذه الوصفات هذه ان شاء الله غادي نحتاجوا هذه التتبيله هذه، واللي غادي نسميو عليها من الان فصاعدا التوابل ديال القرعه الحمراء، يعني باش نتفقوا على الاسم ديالها. ما غاديش نطول عليكم اكثر من هكا، وغادي ندوزوا ان شاء الله باش نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجوها والطريقه ديال التحضير. لهذا الغرض فاحنا غادي نحتاجوا معلقه تكون عامره ديال السكنجبير او الزنجبيل، معلقه معمرش ديال الجوزه او جوز طيب، هنايا انا حكيتها يعني في الحكاكه. غادي نحتاجو معلقة ما عمرش من القرنفل او عود نوار كما يسميه البعض. ثم هنايا غادي نحتاجو معلقة ونص ديال القرفة. بالنسبة لهاد التوابل كاملة فانا خديتها مطحونة يعني باش ما تكرفسنيش، وبالنسبة للجوزة ففقط حكيتها يعني بحكاكة رقيقة. اذا بالنسبة للطريقة ديال التحضير فحنا كناخدو زلافة كنديروا فيها جميع هاد التوابل هادو، وكن يعني كنضيفوهم كاملين وكنبداو نحركوا فيهم. بالنسبه للكميه هنايا ممكن انكم تضاعفوها، انا بالنسبه لي كندير غير هاد الكميه هذه وكتضرب لي شحال، واون بليس يعني باش ما كيبردوليش دوك التوابل حيت فاش كيبقاو مع الوقت كيفقدوا داك الجهد ديالهم، دونك كندير غير هاد الكميه هذه كدوز لي خير الله وميم طون كيبقى فيهم داك الجهد ديالهم. صافي غادي نحركو هنايا حتى تنسجم لنا جميع هاد التوابل هادي. بعد ما كنحركو مزيان هاد التوابل هادو فحنا غادي ندوزو غادي نغربلوهم باش كنتفاداو اي يعني اجزاء اللي ما مطحوناش مزيان اولا يعني شي خش اولا شي حاجه، لانه واخا نطحنوهم سوا في الدار اولا عند العطار ما غاديش يتطحن لنا بطريقه مثاليه، بخصوص عود النوار كتبقى فيه بعض الاجزاء اللي ما غتطحنناش مزيان. صافي كنغربلوه بحال هكا وكنحتفظوا بهم في هاد القارورات هادو. انا هنايا هاد القاروره هادي فكنت خديت فيها الثوم المجفف، وبحال هاد القاروات ما كنلفوهمش كنخليهم كنغسلوهم وكنحتفظ بهم لهاد الاستعمالات هادو، يعني غنحتفظ في هاد القاروره هادي بهاد التوابل هادو وكنخليوهم على جنب حتى نحتاجوهم في الوصفات اللي غادي نقدمهم ان شاء الله بلا بيوري ديال القرعه الحمراء وكذلك بهاد التوابل هادو. اذا كان هذا الفيديو خاص بطريقه تحضير التوابل المرافقه لابيوري ديال القرعه الحمراء او الوصفات المحضره بالقرعه الحمراء. نتمنى انكم تجربوا يعني الوصفتين الاساسيتين كل من لابيوري ومن هاد التوابل هادو وتخليوهم على جنب حتى نحتاجوهم في الوصفات ان شاء الله اللي غادي نحضروهم بهم. كالعاده شجعوني بالضغط على زر الاعجاب ومشاركه الوصفه مع الاصدقاء، وبالنسبه للصور الجداد عندي في القناه يعني نتمنى انكم تشتركوا فيها باش توصلوا كل جديد. إلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.